وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. الآن أخواني سأقف قبل أن أبدأ بشرح هذا الوعد الرباني، أريد أن أقف معكم في مقدمة. اتفقنا من بداية الشهر أن وعود الله ناجزة. ليه؟ لأنه هو قال عن نفسه إنه لا يخلف الميعاد، وقال وعد الله حقا لا يخلف الله الميعاد، وقال تعالى ومن أصدق من الله قيلا. في حد أصدق من الله؟ لا. وقال ومن أصدق من الله حديثا، وقال قل صدق الله. هذه كلها هامة جدا حتى لا يقع في قلبك شك ولو للحظة واحدة أن الله عز وجل سيتخلف في وعده أو يتخلف عن وعده. والبارح أنا ذكرت لكم مقدمة في الآية التي فسرناها شهد الله أنه لا إله إلا هو، قلنا إن الله شهد لنفسه أي أن كلامه كان مطابقا للواقع سبحانه وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فوعد هذا اليوم وعد هام جدا، لأنه يتعلق بمسألة يشك فيها بعض الناس، لأنه يعتقد أن الرزق بيد الخلق مع أن الرزق بيد الخالق، يعتقد أن الرزق عند هذا الفلان لكن الرزق عند الله عز وجل. قال تعالى اللهم صل على سيدنا رسول الله وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بداية، الدابة وما من دابة، وهي من اتفقنا باللغة العربية من شو اسمها يا سلطان؟ من حرف جر شبيه بالزائد، يعني هي أصلا وما دابة، تمام؟ أهم شيء نعم. هلا موضوع كثير كبير، حسيت بدي أخلي أخونا سائد يحضر الترتيبات هي. وما من دابة أي وما دابة في الأرض، يعني ما في أي شيء يدب فوق هذه الأرض. يدب الدابة، نحن للمعنى المعنى الاجتماعي معنى قبيح مرتبط فقط وأنتم كرامة بالحيوانات، هذا خطأ. الدابة تشمل الخلق كلهم، الإنسان، الحيوان، أي شيء يدب له دبيب على الأرض، أي شيء يدب على الأرض فيه حياة. الله عز وجل قال تعالى والله خلق كل دابة من ماء، هكذا قال تعالى في سورة النور والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق ما يشاء. طيب، يعني ما في مخلوق، باعتبار أن من هنا حرف جر زائد أو شبيه بالزائد، يعني ما من مخلوق على وجه هذه الأرض إلا على الله رزقه. طيب، بدنا نشرح بعض الأمور اللغوية. من هنا ماذا تفيد؟ من، يقول علماء التفسير وعلماء اللغة، من هنا تفيد الاستغراق، من تفيد الاستغراق، يعني ما في شيء على وجه هذه الأرض إلا على الله رزقه. أي شيء، حشرات، إنسان، حيوانات، أنتم كرام، أي شيء يدب على هذه الأرض رزقه على من؟ إن الله يرزق النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الملساء. وأنتم تبعثوا أحيانا مقاطع فيديو كيف إنه الله عز وجل أرسل ضفدعة مشان تطالع يعني ورقة شجرة تصل إلى النهر حتى تشرب، يعني قصة طويلة عريضة وتفصيلات أنت تتعجب وتكون موضع تعجب منها. فالله عز وجل يعجزه أن يسوق الخير إليك، حاشاه سبحانه وتعالى. فلما قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، نفهم من هذه من أنها تفيد استغراق الجنس، أي أي دابة كانت على الأرض. على الله، شو كلمة، ما معنى على هنا؟ علماء اللغة يقولون إن على هنا تفيد الإلزام،
أي كان على الله لزاما، كان لزاما على الله، ألزم نفسه العلي وذاته الكريمة سبحانه وتعالى أن الرزق، أن المخلوقات كلها التي خلقها سبحانه وتعالى هو ألزم نفسه بأن يرزقها، خلقها فرزقها، فما تأكل هم. الله الذي خلقكم، شوف الآية ما أعظم، هذه سورة الروم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. قال تعالى: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ شوف هذه الآية فيها التفصيل، يحتاج إلى حقيقة كلام باللغة العربية كلام طويل. الله الذي خلقكم ثم رزقكم، رزقك حليب أمك، رزقك أبوين، رزقك مين يرعى، أحيانا واحدة ماتت أمه أو ولد في حرب أرسل الله له من يرعاه، شرب من صدر امرأة أو شرب حليب صناعي أو رعاه الطفل، إذا ما في من يرعاه يموت، يموت قولا واحدا. فالله بعد أن خلقه رزقه، الله الذي خلقكم ثم رزقكم. أنت الآن لما تشوف ولد صغير مشى بدأ يمشي، يعني عمره سنة وكم يوم أو كم شهر، بتخاف أنه يتردى من شاهق، بتخاف أنه يمسك شيء ساخن، طيب هذا مو رزق؟ الله، الله رزقك هذا الأمر، مين علمه؟ فقال تعالى: الله الذي خلقكم، سورة الروم، ثم رزقكم ثم يميتكم. انتهت القصة؟ لا، قال ثم يحييكم. نعلم أن الموت هذه مرحلة بدنا نمر فيها، لأن هناك حياة دائمة، ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. السؤال بعد هذه، أن بيسموها العلماء الحقائق اللي الله عز وجل واجه فيها الإنسان، أنه مين خلقك، مين رزقك، طيب مين أماتك، مين أحيا. يقول الله عز وجل بعد أن ذكر العاقل بهذه الحقائق، قال له: هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ كل هذه من تفيد التبعيض، من يعني في حدا خلق شعرة في صدرك؟ لا. في حدا يستطيع أن يدفع عنك الضر؟ لا. الله عز وجل كله رزق منه سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لكن شاءت إرادة الله عز وجل لما ألزم نفسه برزق الخلق أن يجعل الناس متفاوتين في أرزاقهم، فمنهم من جعل رزقه أمام الفرن، أمام بيت النار، عم يحط الخبز ويطالع الخبز وجهه أمام فحيح النار، واحد جعل رزقه أمام الثلج، معمل ثلج، واحد جعل رزقه بصحن ذهب، واحد جعل رزقه بصحن فضة، واحد جعل رزقه بقدمه بشوط ياخذ 100 مليون يورو بالسنة وكذا، واحد جعل رزقه بالنظر بيطلع على وراء يوقع وقاعد وكذا ما في شيء، واحد الله جعل رزقه بالنار بيشتغل سيارات ميكانيك بتحترق ايده. فجعل الناس متفاوتين في أرزاقهم، لكنهم جميعا مرزوقون. وإن تساءل المرزوق عن حكمة الرازق في إعطاء الرزق المتفاوت لغيره، لأن الله قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وأنا ذكرت لكم مثال مرة، أنه عندك شقيقان، هذا الاثنين توأم، كمان الاثنين في بطن واحدة، في مشيمة واحدة، في بيت واحد، في تعليم واحد، في مستوى اجتماعي، بس هذا الله عز وجل جعل رزقه سين، وهذا الله جعل رزقه سين زائد عين زائد صاد. فربنا بيقول: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. إذ لو كان الناس جميعا متساوين لهلكنا. في حكمة الله عز وجل يعرفها سبحانه وتعالى بتفاوت الرزق بين الناس. قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. لأن توزيع الأرزاق في الدنيا ليس مرتبطا بصلاح العبد أو كونه غير صالح، هو مرتبط باختبار وابتلاء، لأن توزيع النعم في الدنيا يكون توزيع ابتلاء لا توزيع جزاء. في قصة لطيفة واقعية بذكرها، أنه رجل كان عنده، اللهم صل على سيدنا رسول الله، ابنتان، زوجهم، أول واحد فلاح يشتغل بالزراعة،
والثانية زوجة بيشتغل بالفخار، تعرفوا الفخار؟ فهذا الطين يعني. زوجوا البنات، بعد فترة من الفترات الزوجة تقول لزوجها روح شوف بناتك طمن عليهم. فذهب إلى ابنته الأولى اللي زوجها كان يعمل بالزراعة، كيف أمور؟ الحمد لله بخير تمام كذا، بس دعينا بابا أنه ينزل مطر مشان كل شغلنا نحن حاطينه بإيش؟ بالمحصول. إن شاء الله الله يا رب ينزل الغيث ويسقي أرضكم ويثمر لكم يعني محاصيلكم ويكون رزقكم واسعا. راحة تانية، شو جوزب شو بيشتغل؟ بالفخار. كيفك يا بنتي؟ أمور تمام الحمد لله، بس بابا ادعينا أنه ما ينزل مطر مشان ما يخرب بيتنا، لأنه هي بيشتغل بالطين وهذه الزراعة. قال إن شاء الله هيك يا الله عز وجل ما ينزل مطر وتخرب البضاعة تبعكم. رجع على البيت، زوجته عم تسأله طمنا. قال والله يعني شو بدي أطمنك، في وحدة رح تكون عليها سنة سوداء من بناتك. يا هي يا هي. قالت له شو ليه؟ قال أول وحدة صهرك هذا عم يشتغل بالزراعة بده مطر، والثاني هذاك عم يشتغل بالطين بينخرب بيته. قالت له أنت ألم تصاحب القرآن؟ قال له كيف يعني؟ قالت له القرآن، أنت لو صاحبت القرآن قرأت شو قال؟ شو قال؟ قالت أما قرأت قول الله عز وجل ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد، بعدين نهاية الآية فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يعني الله عز وجل بيعرف أنت بينزل عن هذا وأنت يصرف عن هذا. قال تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. فقال لله ذرك من امرأة موفقة، فسجد لله ثم رفع، فقال اللهم اقصد بغيثك صاحب الزرع واصرفه عن صاحب الجرار اللي بسوها من فخار. ولاحظوا إخواني، نحن اتفقنا أن الله عز وجل يقسم بكل شيء من مخلوقاته، يجوز لله أن يقسم بما شاء من خلقه، صح؟ الله يقسم بالليل، قال والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، يقسم بالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال يقسم بالفجر والفجر وليال عشر، يقسم بالتين والتين والزيتون، هي أقسام يقسم الله عز وجل. قال تعالى أيضا اللهم صل على، يقسم بحياة النبي اللهم صل عليه، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. الله يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن لا يجوز لنا نحن المخلوقين نحن العبيد إلا أن نقسم بذاته العلية إذا أردنا أن نقسم. طيب لما جاء الله عز وجل إلى مسألة الرزق أقسم بنفسه، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب، عم يقسم بذاته سبحانه وتعالى، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. في حدا منا بشك بنطقه؟ كيف أنك لا تشك بنطقك؟ ينبغي عليك أن لا تشك برزقك. في قصة في كتاب بنصحكم تقرؤوه اسمه جنة الرضا، في التسليم فيما قدر الله الكريم وقضى. هذا الكتاب اللي بحاول يرجع عن سيدنا جوجل الله يرضى عنه، بيشوف لمحمد ابن محمد ابن محمد ابن عاصم القيسي الأندلسي. هذا الكتاب جميل جدا ورائع جدا، ويذكر أخبار وقصص رائعة تزيد من يقين الإنسان. المهم يذكر قصة نحكي لكم إياها بشكل مختصر يعني حتى لا أطيل عليكم. ذكر أن عن يحيى عن أحمد ابن إسرائيل، مين هذا أحمد ابن إسرائيل؟ هذا كان من أكابر العلماء والكتاب في زمن محمد ابن عبد الملك الزيات. محمد ابن عبد الملك الزيات كان يعني من خلفاء العباسيين، ولكن كان ظالما وكان يعني سليط اللسان وكان يجابه الناس وكان لا يخجل، بعيد من هون يعني. طيب فيذكر أحمد ابن إسرائيل قال فجاء رجل هبيري، مين هذا هبيري؟ يعني من أولاد عمر ابن هبيرة. مين هذا عمر ابن هبيرة؟ عمر ابن هبيرة كان من أصلح خلفاء الأمويين، كان معروفا بصلاحه وبتقوى وبعدله وكذا، وكان معروفا عن عبد الملك الزيات أنه كان قليل الحياء ويواجه الناس بما يكرهون.
فجلس هذا الهبيري أمام باب بيته، جاي بده يطلب منه شغلة. فقال محمد بن عبد الملك لأحمد بن إسرائيل، قال له قل لهذا الهبيري لو جلس أمام القصر من الآن إلى يوم القيامة لن أعطيه شيئا. روح قل له إذا بده يقعد من هلا ليوم القيامة ما رح يطلع بشيء. خجل أحمد بن إسرائيل، رجل مؤدب رجل عالم كذا، فذهب فخرج إليه وما أخبره، خجل منه. فقال فاستحييت فقلت له خذ من مالي ما شئت. قال فنظر إلي هكذا، يعني طلع عليه وأنتم كرامة باحتقار، يعني مين الهبيري لا أحمد بن إسرائيل؟ قال له من مالك أنت؟ أنت بدي أخذ من مالك؟ قال من مالك أنت؟ والله إن الذي أريده من محمد بن عبد الملك لا يقوم له مالك كله، أنا بدي أخذ منك. مين أنت؟ شو بدك تعطيني أنت؟ قال له أما قد أجبتني بهذا اسمع الخبر لك. قال له لقد قال لي لو جلست من الآن إلى يوم القيامة لن تأخذ شيئا. فقال قد بلغت الرسالة، إن الله قال قل له إن الله قال وأتوا البيوت من أبوابها وأنت باب رزقي، كنت آتيك في الصباح الآن سوف آتيك في الصباح والمساء، سيأتي رزقي إلي منك رغم أنفك. هذا كثير الشبارد بلغتنا، إنه يعني شو بدك بقي. فكل يوم يتصبح ويتمسى في مين؟ محمد بن عبد الملك الزيار. شو بيقول لكاتبه أحمد بن إسرائيل؟ جاء البغيض، يعني الغليظ، جاء البغيض، ذهب البغيض كل يوم كل يوم. فمرة خرج محمد بن عبد الملك الزيار من عند الخليفة العباسي، كان هو رئيس مجلس الوزراء، لأنه قال فخرج من عنده وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا شو عملت؟ شو ساوي؟ فقال له أحمد بن إسرائيل ما الخبر؟ خير شوفي. قال كنت عند أمير المؤمنين فقال لي أريد أن تذكر لي اسما حتى أصنع له معروفا. قال فأرتج علي أمام أمير المؤمنين، نسيت كل الناس ولم يأتي في رأسي إلا هذا الهبيري. فقال لي أمرك وتسكت؟ هذا بهاللحظة قدام أمير المؤمنين، قال له بدنا أعطينا واحد نصنع له معروف نعمل معه خير. قال نسيت كل الناس وما أجى بالي لهذا البغيض كل يوم. قال فنسيت كل الناس. فقال أمر أسألك وتسكت؟ قال يا أمير المؤمنين رجل من هبيري لا شأن له. قال نرفع له شأنه ونعطيه مكانة كذا. فأمر له بعطاء مين؟ طبعا هو مزعوج محمد بن عبد النهي، يعني في ناس عقله صغير أن مثلا أنا أعطيت كلمة فأنت رح تساويت الشغلة من الله عز وجل أكرمك بها من جهة أخرى. في ناس بينزعج، يعني عم تجاكرني افراح أنه الله عز وجل أجرى الخير على يدي غيرك وأنت ما كنت بدك خير، تزعل؟ في ناس هكذا. فغضب، قال له يا أمير المؤمنين هذا لا شأن له، لا يعني تورط. قال له لا نقيم له شأنا، المهم أكرم هذا إكرام عظيم. وأخذ عطاء كبير. شو قال هذا البغيض بيقول عنه؟ قال لابد أن أدخل عليه فأشكره. قال له لأحمد بن إسرائيل لا يدخل لعندي، لا بدي يشوفه ولا يشكرني، مو أنا عملت له، ما صنعت له شيئا. قال لا يأتي إلي فلا يشكرني. فأبلغت الهبيري أنه لابد أن أشكره، فجاء المهم شكره. إخواني مسألة الرزق في بعض الناس عنده شك فيها، أحيانا الله عز وجل بيهيئ لك رزق، إن كان رزق قلبي محبة يعني، إن كان رزق مادي مال، إن كان رزق معوي له علاقة بالطعام، شغلة أنت كاتب لك إياها يمكن من سنين ما أكلتها، سافرت سفرة لمكان ما خطر ببالك أنه يضيفوك إياها، ولا بالأحلام كنت تخطر ببالك تزوج فلانة. الله عز وجل وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا، ولا بيخطر ببالك أبدا أنه مثلا يكون هذا الأمر لك. فسيدنا محمد علمنا صلى الله عليه وسلم فقال ما كان لك إذا شغلة لك، يعني لم يكن ليخطئك، مستحيل تروح لغيرك، وما كان لغيرك
لم تكن لتدركه بحيلتك، وما قدر لماضغيك أن يمضغاه لا بد وأن يمضغاه. ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. في أثر عن سيدنا موسى، هذا الأثر بدي أنا يعني أذكره لأنه له مسيس العلاقة بموضوعنا. خاطب الله كلمه موسى فقال: يا موسى، خمس كلمات ختمت بهن التوراة، كن واثقا من رزق مضمون، كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة، كن واثقا من رزق مضمون لك ما دامت خزائني مملوءة. وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا. لا تخف ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا، وسلطاني باق لا يزول أبدا. لا تنظر إلى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والمرء لا يخلو من عيب أبدا. لا تدع محاربة الشيطان ما دامت روحك في جسدك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. وعزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسامهم. يعني لا بدك تظل لآخر لحظة خايف مكر الله. لذلك الدعاء 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 اللي أنا أوصي نفسي به وأوصيكم به: اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص ودوام النعم. آخر واحدة حسن الختام. الخلاصة والعاقبة للمتقين. طيب، قال: ولا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة. في واحد صلي له ركعتين فكر حاله صار شيخ الإسلام، يوزع عنده مكتب عقاري، هذا بالجنة وهذا بالنار، ما نعرف. قال تعالى: وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ما تعرف. أنت تحسن الظن وتحسن العمل، يعني في حسن ظن مع حسن الظن في حسن عمل. أما واحد يحسن الظن بالله ويعصي الله، يقول الحسن البصري: لقد كذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. واحد يسرق العمال ويغش وعينه والعياذ بالله عين شاردة وتنظر إلى الحرام كذب، إلا كي الله غفور رحيم، هذا ما عم يحسن الظن، هذا يسيء الظن بالله عز وجل. لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. هذول الخمسة حبيت أختم بهم. إذن الآن نادر مشان نعطي الملخص اليوم. الملخص الأولاني شو الفكرة الأولانية؟ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. من تفيد إيش؟ تفيد الاستغراق. على الله تفيد الإلزام، يعني ألزم الله ذاته العلية أن يرزق الجميع. ودابة من دابة هذه يعني الجميع، أي شيء يدب على الأرض. إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقلنا النقطة الثانية أن الناس متفاوتون في أرزاقهم، فقد يجعل الله رزق الإنسان في مكان حار، في مكان بارد، في مكان فيه جهد، في مكان غير. الناس متفاوتون في أرزاقهم. النقطة الثالثة أنه ينبغي على الإنسان أن يكون ذا يقين بالله عز وجل أن الرزق سيأتيه رغما عنه. النقطة الرابعة أن الله عز وجل أقسم بمخلوقاته كلها فيما يتعلق بالأمور الأخرى إلا مسألة الرزق، لأن كثيرا من الناس يشكون أو يقلق. الإنسان يخاف على رزقه، فنشوني ما فنشوني، أمتى كذا، بيخاف على رزقه. فقال: لما كان الإنسان عنده هذا الاضطراب أقسم بذاته العلية على مسألة الرزق تأكيدا لها، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أخيرا: أنه ما كان لك لم يكن ليخطئك، وما كان لغيرك لم تكن لتدركه بحيلتك. ويحك كلها بعز ولا تأكلها بذل. هذا بشكل يعني مختصر عن الرزق. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، وبارك لنا في أرزاقنا، وارزقنا برد اليقين حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبته لنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أعمارنا، وبارك لنا في أعمالنا، وبارك لنا في كل ما أنعمت به علينا، واجعلنا من عبادك الشاكرين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب